اسمحي لي، ذوق حضرتك خاصة جدا ومستواكي راقي وعالي جدا. وإيه كمان؟ اللي ما تتنازلش عن 20% لكرة يبقى أكيد مستواها راقي. وأكيد اللي زي حضرتك لا يمكن تتنازل وما ترضاش عن أي حاجة. أيوه طبعاً، أمال إيه؟ الحاجة تجلب بركتها والله يا عم الحاج. الأهم من الشكل والمنظر الخامة. الخامة كل اللي موجود في السوق ده بلوز. شكلك بتفهمي في اللبس جدا. بيبان من الشم؟ والله يعني حكاية الملابس والأزياء ده هواية حدايا من زمان. أنا آسف للي لزق الجنب. آسف. ماشي، أختلف معاكي. أنتِ عندك ذوق المحترفين مش زيهم هنا. هو هنا هنا وهنا هنا هنا وهنا هنا. لا هنا. ماشي. يعني بس حضرتك تقصد يعني ايه هنا؟ فين هو حضرتك مش شغال هنا؟ فخري. مين فخري؟ انا اسمي فخري. اسم حضرتك فخري. انا مستورد كبير وعندي محلات فيها بضائع، ملابس، أطقم، كل حاجة، محلات كبيرة. نزلت أشوف المنافسين، عشان كده أنا محتاج حد زي حضرتك يبقى ذوقها راقي تيجي تقيم البضاعة عندي، ولا إيه؟ طب جرب ليه؟ يعني أنا هاجي أقيمها بس والله العظيم فينك يا كبر تسمع الكلام ده؟ هو أنت حداك طقمة مستوردة؟ طبعاً عندي. ده أنا فيه طقم دايخ عليه، طقم الجمل اللي مرفق بسنام. خلاص سنام ده خلصت. أنا عندي دلوقتي ونسداي بالضفرتين، رهيبة وجديدة وعليكي هتبروزك. يا مري على الخيال. أنا لازم أجيب المحل ده. استناني بس هبابة أروح أجيب الكبير وناجم. كبير؟ أنا سألته قال لي ماشي. قلت له يعني، قال لي ان انا اخدك تيجي معايا وهو هيحصلنا. والله قلت له مات. من شويه. ايوه، مش هو الراجل اللي كان واقف معاكي بره قبل ما تدخلي هنا؟ هو اي رجل صعيدي يبقى كبير ما يمكن يكون حد تاني. هو أنا عبيطة؟ ده أنا صحيالكو يا مصروة. الراجل الصعيدي ده راجل ماله هدومه كده؟ صدقي ماله هدومه فعلا. وحداش أنا بعريض؟ حداش أنا بعريض وهياكل من وشه حتة. على فكرة هو فعلا هياكل من وشه حتة حرفيا. هو طب وحواجبه طالعة مزلجانك ده؟ مليانة مطبات، أنا شفتها بعيني. يبقى هو. والله حقك عليا يا عم، احب على يدك. لا 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 يا بنتي، حقك عليا. الله، لا خلاص مفيش. يعني انا كنت بحسبك يعني راجل شرير. لا، هو في شرير يلبس جاليه كده؟ لا، كلهم بيلبسوا مخطط بالعرض. الله العظيم. انا عموما استاذنته ان انت تيجي معايا تشوفي البضاعه اللي في المحل، وهو قال لي ما عنديش مانع، خدها وروح. على فكره اديته العنوان وقال لي هيخلص مشوار صغير ويجي يحصلنا. مشوار صغير وهيحصلنا بالظبط. وهو المشوار اللي قالك عليه ده انه هيروح يسحب فلوس من المكنه ويدفع فاتوره المحمول؟ لا، هو قال لي هيدفع فاتوره الموبايل للامانه مش المحمول خالص. ايه يا عم فخري خريه. الله. يا الله. انت عامل شرير وانت اصلا طيب. حقك عليا والله العظيم. لا يا بنتي، ولاد الحرام خلوا. نعم. ولاد الحرام. ما خلوش لولاد الحلال حاجه. ربنا يكتر من امثالك. شكرا. يلا نروح المحل عاد. يلا ايه، نستنى الكبير. طيب هو هيته ده يفوت في الحديد يخلص مش والله احنا اللي غلبنا وانت. طبعا. يلا عم يلا فخري. يلا تسنى. يلا تسنى. طبعا يلا. ماشي يلا. ماشي يلا. انت بتسجلني ليه يا عم فخري؟ امشي. فين المحل بتاعك ده؟ خلاص هانت، هنركب حاجة ونوصل على طول. نركب حاجة؟ ليه؟ هو بعيد؟ لا مش بعيد، هما خطوتين ثلاثة أربعة كده هنوصل. طب والكبير؟ لو عايزانا نستنى نستنى، بصراحة يعني. استنى؟ مش أنت اديت له عنوان؟ خلاص يبقى جاي وران. أيوة بس أنا مش عايزك تبقي قلقانة يا بنتي، لو قلقانة يا بنتي خلاص. بنتي بطل طيبة.
بطل تبقى عم فخر الناس هتاكلك، ده مش بعيد حد يخطفك. ايه حرام عليك. يلا هي دي اللي عامله كل المشكله. تعالى تعالى تعالى. انا انت خايف ليه؟ اوديك والله المحل. ماشي معاك. تاكس تاكس. تعالى يا اخويا تعالى. اركب جنبك. احنا مخطوبين، ما تركب جنب السواق. ها ليه؟ ماشي. يلا اركب. بقولك ايه، ما تديني موبايلك يا بنتي، اصل موبايلي فصل شحن. ليه؟ عشان انا عايز اكلمهم بس يعني يجهزوا اللطقمه اللي انت عايزاها وطلباتك كلها لحد ما نوصل. يعني اذا كان على الطقمه حاضر يا عم فخر اتفضل. تسلمي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ما شفتيش مرتي. مرتك مين؟ لا مؤاخذة، لابسة جلابية نبيتي وشال اسود وقصيرة شوية. مش دي المدام السعدية اللي بتحب اللكرة قوي؟ ايوه هي دي، عاشقة للكرة. فين هي؟ مشيت من شوية. مشيت راحت فين؟ وانا مالي يا فندم؟ هي مشيت مع راجل كبير في السن كده، يعني راجل عجوز كده لابس طاقية ونضارة. واه دي مواصفات عم شكشك دي. أقدر أساعدك في حاجة؟ لا لا شكر شكر. الرقم المطلوب مغلق أو غير. مغلق. أنت عامل ليه كده؟ أنا؟ أنا تمام تمام. قلت لك ما تخافش يا عم فخري، هياكلك والله. طب بس بصوا شكله غريب قوي. لا ما تخافش. لا غريب. بقول لك ايه يا استاذ، انت مش مشغل العداد ده ليه؟ ده؟ ده العداد. لا انا ما بحبش العداد ده خالص ولا ليا فيه. وبعدين هو هيعد ايه يعني؟ فلوس؟ فلوس مش كل حاجه. امال هنعرف اجرتك كيف يعني؟ انت مش ملاحظه ان الفتره الاخيره حواراتك معايا بقت كلها ماديه؟ هو انا اعرفك قبل كده يا عم انت؟ انت مش راكبه معايا من الشيخ زايد لحد هنا؟ اشمعنى هنا جبت سيره الفلوس؟ ما تشوف يا عم فخري، ما تشوف البلاوي دي. ده رايك يا جدع انت؟ الله، ما تتكلم عدل، كلام رجاله. الفلوس ما بتعملش رجاله، ولا الرجاله بتعمل فلوس. انا هموت واعرف مين اللي بيعمل فلوس، بس الاهم من الفلوس هو تقدير المشاعر، الاحاسيس. زي الحيوان ده، الرفرف ده بيحس. يا حيوان يا عم ما جاش جنبك. وانت حيوان يا عم ما جاش جنبك. انت هتجننا؟ ما جاش جنبك انت اللي بتحدف عليه.